وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمد قضة ناقد الرياضي. أستاذ محمد، بعد التحية، بعد موسم طويل وشاق استطاع الزمالك حصد لقب الدوري الممتاز بعد منافسة كبيرة مع النادي الأهلي، في رأيك ما هي أهم عوامل وأسباب فوز الفريق الأبيض بهذه البطولة؟ طبعا في البداية بحب أهني نادي الزمالك وجماهيره ببطولة الدوري رقم 13 في تاريخه. عايز أقول إن أهم العوامل اللي كانت بيرتكز عليها نادي الزمالك هذا الموسم هي روح اللاعبين، روح اللاعبين اللي كان دايما نادي الزمالك بيفتقدها في المواسم الأخيرة. كان هناك رغبة لدى لاعبي نادي الزمالك إن هم فعلا يفوزوا ببطولة الدوري، ده إحنا شفناه حتى في مباراة الاتحاد كما ذكر الزميل من شوية، إن كان في فعلا في رغبة لعيبة نادي الزمالك إنها تحقق الفوز. محمد عبد الشافي بنشوفه جوه منطقة الجزاء في الدقيقة 83 بيحرز هدف، مروان حمدي اللي كان غايب عن الأهداف والتهديف مع نادي الزمالك بيحرز هدف في مباراة وادي دجلة. كل الامور ديت ساعدت فريق نادي الزمالك على تحقيق الفوز بالدوري رقم 13. استاذ محمد اعذرني، لكن سؤال دائما ما يطرح نفسه، يعني حضرتك بتقول ان هذه المره كانت هناك رغبه للفوز، اليس هذا هو الذي من المفترض ان يكون دائما في روح اي فريق، رغبه في الفوز؟ هو طبعا ده بيبقى موجود، لكن خلينا مثلا استرجع مع حضرتك الموسم الماضي لما نادي الزمالك صعد لنهائي البطوله الافريقيه، كانت الرغبة لدى جماهير نادي الزمالك أو الرغبة لدى لعيبة نادي الزمالك هي الفوز ببطولة أفريقيا. وده تم إن هم صعدوا مع النادي الأهلي للنهائي، بالذات خاصة إن النادي الأهلي مع فايلر في هذا الموسم كان مخلص شوط الدور الأولاني فارق عدد كبير جدا بينه وبين نادي الزمالك في النقاط، فكان يعتبر الدوري يعني بنسبة كبيرة كان محسوم في الدور الأولاني، فنادي الزمالك بدأ يفكر في بطولة أفريقيا وفعلا نجح في التأهل للنهائي. الموسم قبل الماضي الزمالك حصل على البطولة الكونفدرالية، فتم التركيز من قبل اللاعبين على البطولة الكونفدرالية، وبرضه موضوع بطولة الدوري كان بالنسبة لهم ما كانش عندهم الرغبة بشكل كبير، لكن هذا الموسم لا، لعيبة نادي الزمالك فيها روح، فيها شكل مختلف، فيها إرادة، في عندهم عزيمة إن هم يفرحوا جماهيرهم. نعم، كارتيرون، ما هي العوامل التي أضافها؟ كارتيرون مدرب، طبعا مدرب متميز جدا، في بعض اللعيبه ساعدوه على ده زي شيكابالا، زي طارق حامد، زي محمد عبد الشافي. اللعيبه ديت بتعمل حاله جوه اوضه اللبس زي ما بيقولوا كده. اللعيبه ديت قريبه جدا من المدير الفني. كارتيرون مش غريب على الكره المصريه، اتعامل مع وادي دجله قبل كده، واتعامل مع النادي الاهلي، وبيتعامل مره ثانيه مع نادي الزمالك، فاعتقد ان هو عنده القدره الكافيه في التعامل مع اللاعب المصري. يعني اللاعب المصري مش غريب عليه، عارف طباعه، عارف ظروفه، عارف حياته، يعرف يتعامل معاه ازاي سواء في الفوز او في الهزيمه. فاعتقد ان كارتيرون خد كتير جدا او استفاد من التجارب السابقه اللي كان فيها مع النادي الاهلي ومع وادي دجله وكررها مع نادي الزمالك. نعم، محمد قطب الناقد الرياضي، جزيل الشكر لحضرتك، وبالتأكيد كل التحية وكل التهنئة لفريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز مرة 13 في تاريخه.